السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارتين بالقرآن الكريم لأصحاب هذا الأحرف. هنبدأ بالاستخارة الأولى لأصحاب هذا الأحرف، وبعد ذلك هنبدأ في الاستخارة الثانية. وبعد الاستخارات بإذن الله تعالى راح أعطيكم العلاج اللي طلبتوه مني بإذن الله تعالى، علاج السحر والمس والحسد بإذن الله تعالى. الاستخارة الأولى حرف الألف والباء والتاء، ثم الساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. الاستخارة الأولى. أتمنى من أحبابنا في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني فضلا وليس أمرا. أحبابنا في الله، هنشوف الصورة الخاصة لكم بإذن الله تعالى، سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أصحاب الاستخارة الأولى، بسم الله الكاشف، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك هنا أنا شايف هنا في مكالمة أو رسالة، مكالمة أو رسالة هتجي لك من شخص غايب عنك بقاله فترة طويلة. أرى في أمور هتكون مثيرة ليك، هتنجح في نجاح، منتظر نجاح لأطفال أو شباب، أرى في نجاح بإذن الله تعالى وربنا هيرضيك. في رجوع حق عندك، في رجوع حق. أرى هنا في إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن. الحزن خلاص هينتهي وهتفرح بالنصر بإذن الله تعالى. للمبتعدين منتظر عودة، أرى هنا الحبيب منتظر عودة للحبيب. أرى في حبيب هنا في علاقة سرية طرف ثالث، في دخول هنا البعض منكم مع شخص في علاقة حب، وهذا الشخص يبادلك نفس الشعور. للبعض هنا أرى في أشخاص في حياتك نسوا أصلهم وبيتعالوا عليك، ولكن عندك ما بينك مواجهة، في مواجهة حادة، وهذا المواجهة وفيها نصر ليك من الله، فيه نصر ليك. في أشخاص حواليك هنا بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، واقفين ليك زي ما بيقولوا على الوحدة، يتمنوا كسرك، يتمنوا أذيتك بفارغ الصبر، عايزين يزوب بأي طريقة مهما كانت ومهما كلفت، مع انك عملت معاهم كل الخير وبتتمنى لهم كل الخير ودعمتهم وساعدتهم وسندتهم واقرب مليك وساعدتهم كتير، وقفت معاهم في مواقف محدش وقف معاهم، وقفت معاهم كتير، لكن هم مش حابين ليك الخير. هنا الهم والحزن اللي جوه قلبك، شايفك هنا مش عارف او مش بتعرف تعبر بيه، مش بتعبر بيه لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين أن يزيح عنك. في أشخاص أنت بتقف معاهم في أزماتهم وهم دايما مكرين، دايما مكرين فضلا وليس أمرا. أحبابنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، واللي حابب يتواصل معنا الرقم أمامكم واتس، اللي حابب يتواصل معنا للكشف والعلادات ادعم الفيديو بشكرا وتواصل معنا في الواتس وهنرد عليك بإذن الله تعالى. نكمل. انت هنا الأشخاص دي بتقف معهم في أزماتهم وهم دايما مكرين. أرى هنا بقول لك هنا في شخص هيجي لك لحد عندك عشان يعتذر منك، شايف هو عايز يعتذر منك بسبب غلطات كثيرة صدرت منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه. وأرى هنا أشخاص كثيرة غلطة، فهل أنت تقبل الاعتذار أم ترفض؟ فهذا اختيار ليك أنت. أرى هنا إنسانة أفعالها مش كويسة،
معاق، وكأن أفعالها تزداد يوم بعد يوم. هاي الإنسانة حابة تأذيك، وهي في بالفعل أذتك، بالفعل أذتك بطاقة سحر، أذتك بطاقة سحر. السحر عرقل معاك أيام وأشهر وليه سنين، وبتحاول تتعالج منه مش عارف، بتحاول تطلع منه مش عارف. السحر أثر عليك وأثر على حياتك. منكم من يعترض بها الخلفة، وقف معاه الخلفة، الرزق، المال، الصحة، النفور، المشاكل بينك وبين زوجك أو بينك وبين زوجتك، مشاكل بدون زواج، حصل تعطيل، أشياء كثيرة صادرة من وراء هاي السحر. لأن أنا شايف هنا بتزداد معك هاي الست، أرى هنا هتبعد عنها وهترفض معاها أي حديث مرة ثانية بعد ما تكتشف الحقيقة. وبقول لك اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. حاول تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية. فانا شايف هنا بقول عندك مكانة حلوة هتوصل ليها في اي شيء، وعندك هنا نقل، في نقلة جميلة من مكان لمكان، ان شاء الله هتكون نقلة السعادة وال انبساط بإذن الله تعالى، والراحة، وبعيد عن المشاكل. عن قريب النقلة دي بإذن الله تعالى. بس أرى هنا في مشكلة في عتبة بيتك، عند عتبة البيت، في عتبة بيتك في مشكلة، وكأن المشكلة دي بسبب الكلام والنميمة أو سبب المشاكل أو سبب النظرات أو سبب بيتكلموا عليكم. هاي المشكلة إن شاء الله تتحل على خير. بس انا شايفك هنا وكاني شايفك هتدخل في تعب صحي، هيدفعك فلوس على دكتور، عندك المعده او الامعاء تعباك او دور برد. ان شاء الله خير. بس انت هنا شخص، انت لي مكانه جوا قلبك، حاول تنزل مكانته من قلبك، لان هيجي الوقت اللي هتكتشف لا ينفعك ولا تنفعه. احذر من التعبانة حواليك، عايزة تلدغك بأي طريقة، مع ان عملالك طاقة السحر وليست مستكفية بطاقة السحر. احذر، لانها عايزة تستغلكم، عايزة تستغلك، عايزة تكسرك، عايزة تخليك تردع ليها مذلول، عايزة تخليك تردع ليها، تطلب منها السماح. هاي الانسانة مغرورة، هاي الإنسانة مش كويسة بما أصح. شايف هنا، هنا في أشخاص يعني بتحاول تهد من طموحك وتفشلك في حياتك، ودي النتيجة كما قلنا عن الغيرة حواليك. بقول لك حاول ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هنا هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، وعندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. وأقول هنا ليك صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت تعبت كثير ومريت بظروف صعبة، كانت تعب وضغط بالنسبة ليك كبير. شايف هنا شخص أنت سامحته، سمحت الشخص ده أكتر من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل عشان تسامحه. هتسامحه ليه كمان؟ علشان أراك هتسامحه، عشان المركب تمشي. وكمان هنا احذر، وحاول احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى أدق. حاول كما نقول ونقول ونقول ونعيد برضو، حاول تعرف يا أخواتي بالله مين حبيبك، وحاول تعرف مين اللي بيحبك وعايزك في حياته، ومين اللي عايز منك المصلحة. حاول تعرف مين اللي بيستغلك عشان مصلحته، مين اللي بيمثل انه بيحبك وبيخاف عليك علشان ليه مصلحة عندك، او عايز يسحب منك مال، او عايز يضحك عليك، او هو ليه مصلحة عندك لكن بعد ما هيمسك مصلحته او هياخد اللي هو عايزه
كل الأسرار اللي كانت ما بينك وما بينه هيطلعها، مش هيكتمها، هيقول كل اللي حصل ما بينك وما بينه. فحاول تعرف مين اللي بيحبك وعايزك في حياته. بقول لك هنا هترزق، الرزق دايلك، هترزق بمبلغ مادي هتفرح بيه، وعندك هنا شخص، الشخص ده قلبك هيكون واكلك من طريق التصرفات معاك. انا شايفك هنا بتحاول تنغلق الفترة دي على نفسك، بتحاول تقعد مع نفسك كتير، وانت فعلا بتجلس مع نفسك كتير، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، الحيرة مشتت عليك، بتقول امتى المركب هتمشي معايا، او امتى الدنيا هتسير معايا وهتفتح لي ابواب الرزق. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترضون لله وقارا. فعليكم بالاستغفار. صلى على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاشف. شايفنا انت منتظر شخص يرجع لك باي طريقة، باي طريقة يرجع لك، بطريقة ندم، وكأن يعني مهم حاولت تصفي منه، لان انتقامك اقوى من قلبك، بس عندك الحب الكبير لي. ارى هنا انسانة بتتدسس عليك، بتتدسس عليك هاي الانسانة في كل مكان، وكأن مش يعني رايدة لك الخير، وعندك أشخاص بيحسدوك على النعمة اللي حواليك. عندك قرار هتاخذه في الشغل، وهتتواجه مع شخصين، بس خلي بالك من المواجهة، لأنها هيكون فيها إحراج ليك، احذر. في عندك هنا مشكلة مع شخصين هتنحل بإذن الواحد الأحد مع شخص، وهتتخاصم مع الشخص الثاني. في عندك نقلة من مكان دي، وفي عندك هنا برضو خبر بحالة وفاة، الله يا ربي يرحم الجميع، في حالة وفاة خبر. وفي عندك هنا تعب الفترة دي هيجي ليك في المعدة، في المعدة. عندك قضية ربنا بينصرك فيه، وعندك هنا امضاء بتمضي على أوراق أو بتمضي على ورقة، ان شاء الله ورقة تكون شراء بإذن الله تعالى، او تاخذ حقك اللي هيدي لك بقدرة الله، ربنا بينصر فيها بإذن الله. وعندك ان الامضة دي اشاف هنا من شخص مهم، بس حذاري الفترة دي انك تقع في الظلم وما تعرفش تخرج نفسك منه، احذر. في موضوع سفر بيدي لك على غفلة، ان شاء الله هيكون فيه نصيب ليك ورزق باذن الله تعالى، لان قلبكم طيب ومخلص، لكن انك انت تعبت كتير يعني، وللاسف مش لاقي حد تتكلم معاه او تفضفض معاه باللي جواك، مش لاقي الشخص الصح اللي تفضفض معاه باللي جواك. شخص هنا، بس هنا في شخص سابك يعني وانعزل عنك. مين الشخص ترى اللي سابك وانعزل عنك ولكن مكانته لسه في قلبك؟ ابعد الفترة دي عن الكيل واللي كال، عن الكيل والكال والكلام، وبلاش تدي أسرارك للي يسوى واللي ما يسواش، بلاش تطلع كل اللي في قلبك يكون على لسانك، وتفتح قلبك بالأمان للناس، مع إنك بتتكلم بحسن نية، لكن انت مش عارف الناس اللي قدامك دي عايزة ايه ولا في عقلها ايه. فهنا ابعد عن الكيل والكال، لان بسبب غيرة بعض الاشخاص حواليك عايزة هتوقعك في مشاكل ما كنتش متوقعها. انسانة عندها هنا منك الغل والانتقام، احذر منها، لان تصرفاتها تكشف عدوانيتها. ارى قرار هتاخذه يخص العمل، وعندك محكمة أو قضية لا كانت على البال ولا الخاطر، ولكن رب العالمين بينصرك فيه. بعد أربع أوقات، بعد أربع أوقات هنا
أرى في بتتحقق حالي، أنت عايزي، وأنا شايف إنك هنا عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي، أرى برضو شخص بيحكي معاك في موضوع، وأنت دماغك هتكون بترتب لموضوع تاني. أنا شايفك هنا اتظلمت كتير ماشي، ولكن من بعد الظلم نصر، بعد الظلم نصر. وعندك الفترة اللي جاية عدة نصارات، طاقة النصارات الانتصارات شديدة، هتبسطك خلاف مع حد من عتبة البيت، وفي موضوع انت هتتكلم فيه مع حد، وهتكون قاصد تتكلم فيه علشان تعرفوا حقيقة الشخص، ولكن بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه، وهتتحط في مواجهة رغم إنك حابب تبين الحقيقة. بقول ليك احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، واحذر إنك تنتبه أو على شغلك، واحذر عشان تنتبه على شغلك قد ما بتقدر، لأنك ممكن تتعرض للخسارة فيه، وفي أي وقت ممكن تتعرض للخسارة. فأنت بنيت مستقبلك أو جهدت علشان توصل للمشروع اللي أنت فيه وفي معاك داعم، فحافظ على شغلك على قد ما تقدر، حافظ على شغلك علشان ما تتعرضش للخسارة. بقول لك هنا عندك السفر في طريق مفتوح قدامك، وشخص بيمضي لك على ورقة بتسعى ليها من فترة، الورقة دي بتسعى انك تخلصها من فترة، بما شايف هنا مبلغ مالي هيدي لك من الدولة او من الحكومة، محكمة، من الحكومة او راتب او من الدولة هيدي لك مال. شايف انها تتعرف على شخص، الشخص ده اناني بيحب نفسه، فخلي بالك. شايف هنا عندك هنا وعكة ماشي، ارى في وعكة صحية ما كنتش متوقعها جات لك. عندك هنا رجع لك شخص من الماضي، بس قد ما حاول يبين كبرياءه عليك قد ما معزته كانت موجودة جواك. بتاع هنا أراك هنا شايف بتتعرف هنا على شخص الفترة دي، احذر الفترة دي، لأن شايف هنا في بيتكم مشكلة حصلت أو هتحصل مشكلة، خلي بالك وكن هادي وهدي أعصابك، ما تاخدش كل حاجة بالعصبية. عندك تغير عربية أو شراء عربية سيارة يعني. وفي عندك هنا شخص متزوج بتتعرف عليه أو بتتعرفي عليه قريب، شخص عيونه هتكون زايغة على حاجات هيطلبها منك اكتر من حاجة وحاجة، شايف هنا في مبلغ بتتعوض. وعندك هنا الخير قادم، فاما ما تيأس من رحمة الله، ما تيأس من رحمة الله، ابعد عن اي عمليات تجميل خلال الفترة دي، وخلي بالك من وجع العظام، خلي بالك من وجع العظام. وفضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. انت هنا محتاج او اراك هنا عمال شغل بالك العزلة الفترة دي حالك، علشان هنا الفترة دي لحالك، علشان اراك هنا تقيم افكارك اتجاه الاشخاص والناس اللي حواليك. فانا بقول لك انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت اقوى منك، وفي عندك هنا خيار بين فرصتين، بين فرصتين، وهتكون هنا متردد أيهما تختار.
ولكن هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار ثاني. وبقول ليك ما تحاولش الفترة دي تدي ثقتك الزايدة عن اللزوم في أشخاص حواليك، لأنك عندك هنا الخذلان موجود، الخذلان موجود. بقول لك عندك هنا تغير وظيفي، تغير وظيفة للأحسن بإذن الله تعالى، كله بمشيئة الله. عندك تغير وظيفة الفترة اللي جاية، وده نتيجة زيادة المسؤوليات عندك، لأن زادت عندك المسؤوليات. علاقتك مع الحبيب أراك هنا محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك بيه، لأن كان سببه السحر، فحصل كلام مع بعضيكم أو زعيق أنت شديته في الكلام وكان تأثيره عليكم السحر، فحصل كلام، سمع كلام وضايقه، أو سمع كلام أنت قلتيه فحصل ما بينكم انشدار، فحصل انفصال أو انبعاد. في حاجة أنت بتعملها أو أنت بتعمليها إن شاء الله يتم بعدها الرجوع بمشيئة الله، بمشيئة الله. شايفك هنا بتكيم هنا علاقتك، أراك هنا صلي على الحبيب المصطفى، هتفكر حتى تقيم علاقتك. شايفك هنا بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي، وحاول تحرر نفسك من الأشخاص السلبية عليك خلال الفترة دي. حاول تخلص نفسك من الطاقات السلبية والأشخاص السلبية. قلت لك كتير، مش كل اللي بيتمنى لك الخير. بص طريقك، بص لمستقبلك، ربك عطاك عقل وعطاك قلب، هو أحسن منك في إيه؟ أنت أقل منه في إيه؟ أنت ما بتحكيش، هو عنده أحسن منك؟ قول اللي أعطاك هيديني بإذن الله، قول اللي رزقك هيرزقني بمشيئة الله. لكن هما مش بيقولوا كده، هما بيقولوا هو أحسن مني فيه عشان يغني وأنا مغناش، أو هو أحسن مني فيه عشان الناس تحبه وأنا ما تحبنيش. عينه مش بتتمنى الخير. عندك هنا عندك شخص هيكون وفي معاك ومخلص ليك، بس عندك مشكلة بتكبر بينك وما بين شخص، نفسيتك الفترة دي هتكون مش مظبوط. بس عندك هنا خروج من أزمات حواليك، عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك عودة لشخص من الماضي. حد هنا بيعرض عليك علاقة غير شرعية، بس ممكن بذكاء تخليها شرعية. في إنسانة حكاويها عليك كتير وفي كل مكان، في شخص هنا هيسرق من بقك اللقمة أو لقمة رزق أو رزقك أو رزق داخلك من بعد تعب، فخلي بالك. وفي عندك نقلة قريبة، ممكن تكون سفر فيها شغل، أو فيها السفر دي فسحة أو فسحة أو سبوع أو خطوبة عند حد أو زواج لحد، سفر داخل دولتك. السفر ده هيكون داخل دولتك، بشرى بزواج أو هتحضر سبوع أو فرح. شايفك هنا عندك هنا أراك قاعد مع شخص مهم، هتكون في تصالح ليك أو في صالحك. شايفين الشخص هيدخل حياتك قريبا، ويحذر الفترة دي من مشكلة بينك وما بين حد قريبك. شايفك هنا هتتعرف على شخص برضو متعدد العلاقات، وفي عندك هنا عربية بتبوظ، بتغير عربية، فاحذر الفترة دي. عندك وجع في الرقبة والأكتاف والأمعاء والعظام والأعصاب، رب يشفيك بإذن الله تعالى. شايف هنا
التقلبات المادية ماشية تعبتك نفسيتك شوية، وأنا شايف لك هنا عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك، في كل شيء حواليك عقلك شغال، في أشخاص حواليك يراهم دول بتحرف عليك الكلام وكأنها بتزود على الكلام 20 كلمة، فاحذر منها. وبقول لك هنا أنت محتاج ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي. لو هنا شايفك انت بتحاول تظهر بصورة كويسة مع اشخاص، بس الاشخاص دي بتتكلم في ظهرك كلام كتير. وبقول ليك علاقتك هنا مع حد عزيز على قلبك الفترة دي على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة، ممكن بينك وما بين الحبيب او زوجك او زوجتك، فيحذر الفترة دي من مشاكل عائلية تتحط فيها. ديالك رسالة انت منتظرها او هتديلك رسالة من شخص هيكون فيها بينكم عتاب ولوم، وعندك شخص كلما حاولت تظهر نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك اكتر. الفترة دي هتفكر انك انت فكرت انك تبعد، حاولوا تهدوا اعصابكم وتاخدوا القرارات الصح. شايف هنا شخص او حاجة هنا شغلاك، شغلك هيكون حد شخص مركز في شغلك ومركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة في تغير من عمل لعمل آخر، أرى هنا في شخص أو أشخاص حديثهم معاك بيزعدك، وعندك هنا مبلغ بيجيلك بتحافظ عليه عشان بتستخدمه في مصلحة أخرى. في شخص هنا علاقتك بيه منقطعة أو في فراق بينك وما بينه، وأنا شايف إن علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية، بس هنا دايما علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك. شايف هنا الفترة دي بقول ليك احذر الفترة دي من اكلك برا، من اكلك برا البيت، لانها تشتكي من بعد اكلة برا البيت بوجع بالمعدة وهيستمر معاك لفترة بس هتروق منه وهتقوم بالسلام. بقول لك شخص هيعمل حوار عليك في التلفون علشان الشخص ده علشان يخليك تعمل مشكلة، عايزك تعمل مشكلة مع حد تاني، بس الفترة دي احذر من العصبية. وعندك موضوع حكومة او بنك او قرض بيخلص معاك على خير، فاحذر هنا من السواقة الفترة دي. عندك سرقة حصلت او سرقة في حاجة في حياتك عزيزة عليك، في شخص هنا داخل حياتك جديد، وفي هنا شخص بيتندم او الشخص ده انت دعيت عليه او اكل حدا من حقك لانه بيتندم ندم شديد، ارى هو بيتندم. ارى عندك هنا بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص، وفي فك كرب ان شاء الله، وهنا في تحقق امنية، دي الامنية غالية على قلبك وراح تغير العتبة هتغيرها، وفي تخلص اوراق من جهة حكومية ورث او نصيبك او ورثك، مع انه في زعل او حزن جواك، وراح تكتشف هنا امور وحقائق حواليك. نقدر نقول عن واحدة ست، نجمك هيلمع في مجال عملك، وعندك عرض مغري بعد أيام، استعد للفرحة بإذن الله تعالى، استعد. للمنفصلين خزلك يعني وكسر قلبك ماشي، وحصل عتاب أو لسه هيحصل عتاب ما بينكم ولوم، هو رحل لطرف تاني لأن فيه سحر
رحل لطرف تاني لأن فيه سحر والسحر مسيطر عليه. حاول تهدي أعصابك وإن شاء الله أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر، وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية ويغفر لكم ولوالديكم، وأن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيغنيكم ويديكم كل النعم بإذن الله تعالى، ويكفيكم شر النفاثات في العقد. هذا تمت قراءة أخواتنا في الله الاستخارة الأولى. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة يشرفنا اشتراككم في القناة، واللي حابب يتواصل للكشف أو العلاجات بإذن الله يدعم الفيديو بالشكر ويبعث على الواتس، وإن شاء الله ترد عليه المديرة وهيتم التواصل معايا بإذن الله تعالى. وأكثر من قراءة سورة النساء بنية فتح الأبواب المغلقة. الاستخارة الثانية حرف الضاد والطاء والظاء والعين والغين والف والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابنا في الله. سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، صل على الحبيب المصطفى. أنا شايفك متضايق، عندك ضيقة أو خنقة مزعلاك، مش عارف تفضفض. ربنا معاك، هيطمن قلبك وهيسعدك إن شاء الله، لأن هنا في كلام بيضايقك. أنت سمعته، سمعت الكلام ده من شخص بتتعامل معاه، بس عندك هنا في انتصار ليك بعد ظلم وقع عليك، قريب جدا انتصار ليك إن شاء الله. الفلوس معك بتتبخر وبتخلص، لكن ستر ربك دايما معك، فما تقلقش. انفراجة مالية ورزق من نصيبك، الرزق من نصيبك، والأمور هتتراوح معك في مكانه في مكانه، وقريبا هتشعر بالسعادة. أما لأن هنا خططت بهدوء للمرحلة القادمة، عندك تغيرات قادمة تدق بابك، بدايات عاطفية وأمور جديدة وتخلص من علاقات سامة وخروج ناس من حياتك والتغير، وعندك خطوات كثيرة. لديكم أخبار جميلة هنا تتعلق بالعمل، مرحلة عمل، لإما زيادة راتب لإما أنت مقدم على عمل رح يأتيك بإذن الله تعالى، كله بمشيئة الله، رح يأتيك العمل. في هنا اختبار هتمر به وبتكون كده وتعدي منه على خير ان شاء الله. في شخص هنا، الشخص ده مفتقدك، بعيد عنك بس مكسور زعلان. شايف هنا في اختلاف في اراء العقل بسبب تأثير من حولك، في ضغط. ارى انك هنا مستمع لمن حولك هذا الفترة، في سوء تفاهم مع الشريك حصل، او كلام او مشكلة في حدا حصل. شايف البعض منكم هنا بيعاني من خنقة او حزن، البعض قلبه موجوع لانكم اراكم اتخذلتم من اشخاص مقربين او عزيزين على قلبكم، وسايبين تأثير في قلبكم لحدك الان. محتاجين انتم شخص تتكلموا معاه او يطبطب عليكم، لان جواكم حاجات كثيرة نفسكم تتكلموا فيه، بس مش لاقيين الشخص الصح اللي ترمح حمولكم عليه. بس جايالك فرحة هتنسيك الوجع اللي حصل، لان انتم عشتم ايام كثيرة صعبة، عانيتم كثير وما لقيتوش حد يقف معاكم، مع انكم قدمتوا الحلو للناس، ساعدتم ناس كتير وقدمتوا لها الحلو وساعدتوها، لكن لما عانيتوا او وقعتوا شمتوا فيكم. عندك بعض المشاكل
البعض سمع كلام وضايقه جواكم بس ناويين على التغير للأحسن، وللبعض موجوع بسبب العاطفة حصل انفصال مع الشريك. ربنا يحقق ليكم الأمنية اللي في بالك، لنرى الحب يعني والأمل والفرح وعوض من الله وانتقام من الذي ظلمك وافترى عليك وكسر قلبك. أرى في قرار هيغير حاجات كثيرة في حياتك، وعندك هنا استلام مبلغ مالي، يعني مال ديالك هتستلمه، ورث أو حق أو دين دينك. في هنا زواج للبعض منكم مرة ثانية، هاي القراءة عامة أحبابي في الله. في شخص هنا والشخص ده يعني سبب معاناة ليك في قلبك، غدر بيك. أرى عندك تعب ومريت بشوية تعب، بس احذر من الناس اللي حواليك، احذر، لأن أرى هنا في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، واحتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك. في هدية ديالك، الهدية دي قيمة كويسة، أنت بتدي حد هدية أو الهدية دي حد بيديها لك. والبعض موعد فسحة أو في موعد غرامي خلال ثلاث نقاط، في موعد غرامي ما بينكم خلال ثلاث نقاط. صلي على الحبيب المصطفى، شايف هنا؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. أنت صبور، أراك متحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم إنك بتقدم عطايات كثيرة. رب العالمين بينصرك على أمور معقدة حواليك، أمور معقدة كثير حواليك، ربنا هينصرك. شايف هنا وكأن شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن الغلطات ممكن تقع فيه. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة، فترة هنا طويلة. أرى هنا بقول لك خلي عندك حكمة من في الأشخاص، يعني لأن هنا هتنخدع في مين حلو ومين وحش. في شخص هنا له مكانة كبيرة في الدولة، هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة والسكينة. بحذرك من النميمة حواليك، وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزة تظهر فيك عيوب وبتضرب من تحت الحزام. بقول لك هنا رب العالمين بيقف معك وبيحسن رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي هتكون فيها كلام كتير في زعل. عندك شخص هنا هينتقدك، ومجرد انتقاده ليك هتبدأ تغير من نفسك. في عملية تجميل هتفكر فيه، بس شايف عندك صداع، عندك إرهاق، عندك تعب، أراك تعبان مضغوط، عندك الطاقة السلبية مسيطر عليك، هذا عندك حسد شديد بيحزوك على أي حال. ربي يشفيك. شايف هنا انت مريت بأزمات كثيرة مادية ملحقاك خلال الفترة، وانا شايف لك هنا بتعاني، ومن كثرة المسؤولية اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم، وانا شايف بقول لك انت هنا مستحمل هموم مش كدك، ومجبر انك تقدم تنازلات علشان المركب تسير وتمشي. في اشخاص هنا بتعمل انها بتحبك بس بتضرب من تحت الحزام، خلي بالك. بحذرك وبقول ليك احذر من الخدعة من شخص مقرب منك، وكأن الخدعة عبارة عن انتقام. شايفك هنا في شخص بيحاول يأذيك بأي طرق، هتبعد عنه، شايفك هتبعد بعيد. في هنا بلوك بينكم وبين شخص بينفق،
واحذر من مصاريفك الفترة دي، لأن أنت عانيت وعانيت بتوتر بسبب أمورك المادية. شخص بيجي لك من مكان بعيد، بيتقابل أنت وهو، وبيكون مقابلة خير ليك ولي، هيكون شغل أو مقابلة خير فيها رزق ليكم. شايفك هنا قرار بتاخذه مع نفسك، وكأن وأنت بتفكر في القرار بتحاول تقول هل أوافق أو أرفض في قضية رب العالمين بينصرك فيها، وفي عندك موضوع سفر بس بيتأدل شايفه. في شرطين كمان هنا، احذر من شخص يمنع وصولك لشخص آخر، وعندك الفترة دي تعب، في عندك ضغط سكان منخفض، عندك ترى ضغطك ممكن يكون الضغط كان منخفض او مرتفع، بس انا شايف انت هنا منتظر من رب العالمين ياخذ لك حقك في امور ضاعت من ايدك. في عندك هنا عدم استقرار في امورك العاطفية الفترة دي، بس احذر من امرأة متزودة نيتها من ناحيتك مش سليمة، عاملها لك طاقة سحر، طاقة سحر مرض وتفريق، طاقة سحر بالمرض وبالتفريق وبالتعب، والسحر حتى مأثر منكم على أطفالك. ربي يشفيكم جميعا، بس رب العالمين هيشفيك إن شاء الله. شايف هنا، شايف في حاجات ضاعت من ايدك وانت حزين ومكسور، بس عندك احتفال قريب بتتبسط بيه، وشايفك هنا مفتقد الحبيب بهالفترة، بس الحب هيدخل قلبك من جديد في صلح بينك وما بين شخص مقرب منك. واحذر من قلب الترابيزه عليك، من عده اشخاص بيتمنوا يقلبوا الترابيزه عليك ويدمروك، لان انا شايفك هنا انت في حاله يعني من الاكتئاب او الخنقه مسيطره راها عليك، وكأن صابر على تغير في عده امور في حياتك، يعني وكأن بتسال رب العالمين انه يقف معاك قدام عيون الشماتين او شماتة اللي عايزة تكون شمتانين فيك. اراك هنا قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك، بقول لك عندك تيسير رزق من عند رب العالمين خلال الفترة اللي جاية، وعندك اكتر من نصر هيجيلك او جايلك قريبا هتنبسط بيه، بس انا شايف في شخص هنا على ما هياخذ منك مصلحته، هيضلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. عندك قطعة أرض بتبيعها أو بتشتري قطعة أرض أو أرض بتشتريها، هنا في حصل انقطاع أو في انقطاع بينك وما بين شخص، في تواصل بينك وما بين شخص هتردع من جديد المحادثات بينكم. في شخص هنا او في شخص مع كل هذا عملها معاك اذتك او كسرتك، وخلي بالك من اللي حواليك، وبلاش وفائك زيادة عن اللزوم، لان بيوقعك مع في اشخاص يعني خسارة معاهم الوفاء او الولاء. انت محبوب من ناس، ناس بتحبك على قد ما ناس بتكرهك، ناس بتحبك، وعندك شخصين رغم انها بتتعامل معاك او بيتعاملوا معاك، وفي عندك هنا بينكم ود لا الغيرة ولا حقد. شايف هنا شخص بيعرض عليك ارتباط في السر، حاول ما تقبلش بيه، واحذر من شخص يستغلك عاطفيا وماديا. شايفك هنا تعرضت لمشكله
وكان فيها كيل وكال كلام كتير، وطلعت منها حاول تكفي لسانك من حكي بعد مع الناس دي. شايفين الرزق بيجي لك من رب العالمين وشخصنا، بس انا شايف في شخص بتختلف معاه اختلاف بسيط بس بيكبر، وهو الخلاف بيكون يعني بينكم، فاحذر من سرقة شيء بالنسبة ليك مهم. شايفك انها تتعرف على شخص متزوج بس هيتعبك في التعامل والعلاقة، في عندك ست أرملة احذر منه احذر منه. انت بتخلص هنا في قضية حكومية بتكسب فيها بتكسب فيها. ارجى الجون على دراسة او امتحان، في منكم محل ما جهدش جوه في الامتحان، بس ربنا مش هيخذلك، في نجاح بإذن الله تعالى، في نجاح بمشيئة الله، في نجاح لأنك بتدعي ربك وربك هيستجيب ليك. شايفك هنا بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك السابقة، وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء مع بعض أشخاص يعني في الكلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك، تتكلم عن اللي جواك هنا. خلي بالك وكون حريص، شايفك بدون قلق وبدون خوف، ما تخافش، رزقك حلو هيجي لك وهتنبسط بيه. وانا شايفك هنا قد ما كنت مهموم رامي حمولك على رب العالمين، بس في شخص نرجسي بيكون مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك هنا بتبدأ مع شخص بداية جديدة، وطالع شايف هنا ان في عندك وحدة بتتجسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، فيحذر الفترة دي من شخص يحاول يقلب عليك الترابيزة في حوار بينك وما بينه، ولكن رب العالمين بينصرك فيه لأن أنت ماشي طريق نيتك سالكة فيه. شايفنا في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، وعندك موضوع فيه إمضاء على عقد لامتلاك شيء، والقضية ربنا بينصرك فيه بينصرك فيه، وفي عندك موضوع نقلة بيتم على خير ان شاء الله، بس في حد طمعان فيك، في حد طمعان فيك اكثر الطمع، هو قريبك بس طمعان فيك. بيحاول ياخذ منك ورث او بيت او مال، هو طمع. عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، محتار، عندك حيرة كبيرة، وكأن شايفك هنا مش عارف تتعامل مع الناس دي بأي اسلوب. بقول لك هيكون عندك مشكلة بس رب العالمين هيقف معاك وهيحلها لك، وفي عندك شخص هنا بيرسل لك رسالة على التليفون بتكون محتار ترد او لا. عندك انفراجات مادية وفي نفس الوقت فيها ازمات مادية، وده بيدل انك هتكون او تكون حريص، كون حريص في امورك المادية علشان ما تعنيش، علشان ما تعنيش، وكن حذر او احذر في تصرفاتك. في شخص هيحكي كلام بالغلط عليك مع حد والتاني مركز معاك في كل امورك، وهتعرف الحقيقة وهتعرف مين معاك ومين عليك، هتعرف الهم اللي جواك هينزاح عن قريب، فارمي حمولك على رب العالمين وما تشيلش هم، ما تشيلش هم حاجة،
أشخاص حواليك عندهم الغيرة منك، وكأن شايف هنا عيونهم مليانة حقد وحسد اتجاهك، شايفك هنا هتطلب من شخص طلب وهيمط ليك فيه، يعني هيمطك فيه. وفي عندك هنا شخص بيحصل بينكم خلاف انت مش يعني بتحكي عليه لحد، ولكن هو بيدور وبيحكي للشرق والغرب. في اتنين هنا اوقات شايفك بتسافر من مكان او بلد مش بتكون يعني مرتاح فيها شوية، شايف ان عندك رزق جاي لك، رغم ان شايفك من الفترة للتانية بتكركب الامور المادية. شايف عندك، بقول ليك شخص هنا هتستحمل معاملته البايخة معاك لحد ما تخلص مصلحتك منه، وعندك أمور معطلة بس رب العالمين هيمشيها لك. معاك قريب شخص بيقف مع جنبك يعني وبيساعدك في مبلغ مادي، وفي موضوع هنا معين وأنا شايفك هنا مهم، وحاول هنا يعني أشخاص حواليك بإحباطك يعني يزوك او بإحباطك، بس هتكون عندك القدرة انك تكون شجاع وقادر تقف وتندح وهتندح، وامضاء العقد ده مهم بالنسبة ليك. في علاقة تالتة بتأثر على علاقتك بالشريك خلال الفترة، او في خلاف بينك وبين حد عندك من عتبة البيت بسبب الكلام والكيل والكال، وفي عندك مناسبة بتتعزم فيها، حواليك أشخاص يعني هيتعمدوا ويتصرفوا معاك بطريقة سلوكية بسبب الغيرة الشديدة. هتحصل هنا على مكانة اجتماعية مميزة، بس خليك يعني خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية، خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية. ودعم الفيديو واللايك فضلا وليس امرا. اشوفك قلقان يعني على شخص مريض، الشخص ده مريض من عيلتك، والدك والدتك حد عزيز على قلبك مريض، لان اشوفك قلقان عليه جوه، والحسد ده الشديد اللي عندك من المقربين مأثر على حياتك كلها، رزقك معطل، نفور بينك وما بين الشريك، والسبب السحر، وتفكيرك بالانفصال ومش طايق اي حد، عندك بعض طاقات يعني السحر مسيطرة جدا، مش مستمتع بالحياة، ودايما الافكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك وعلى جسدك تعبان. بس المرأة دي تريد أزيتك بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان، دي عايزة تلف حواليك حتى تلدغك، بتلف حواليك لف حتى تلدغك وتأذيك. بس أنا شافك مصدوم. هتعرفها؟ أنا شافك هنا مصدوم من حد، هتعرفه أو هيكتشف قدامك، هتعرفه وبعد ما تتكشف الدنيا دي وهيتفضحوا قدامك، هيكون صلح بينك وما بين الشريك، لأن أنت في حد هتعمله هيكون في صلح بينك وما بين الشريك او رجوع. واللي بيفكر في الانفصال بلاش، بلاش دلوقتي الانفصال. انا شايفك هنا بتفكر كتير او حاصل او في تفكير انفصال، بلاش ما تفكرش في الانفصال، وركز، ركز في اللي قدامك وفي طريقك. انا شايفك هنا انت الباب اللي اتقفل في وشك سنين ربك بدله ليك بأبواب رزق وبركة والستر، لأنك يعني قريب من ربنا وبتدعي ربنا كتير. عندك التغير من المكان، أو تغير مكان منزل أو تجديد المنزل هيسعدك وهيعيد الفرحة لبيتكم تاني أو منزلك. في بشرة ديالك بعد إشارة واحدة، في شراء من على مواقع التسوق يسعدك ويجدد يعني في تجديد ملابس او شراء اغراض او بعض اغراضك الشخصية هتشتريها من المواقع التسوق. في استلام هنا ورقة فيها نجاحاتك، في نجاح بإذن الله تعالى، راح تستلم ورقة بشرة نجاح.
بس قلبك مقبوض، ما تخافش، ربنا هيرتب الأمور لصالحك. أنت هنا هتكون لصالحك بإذن الله تعالى، إن ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا شايفك هنا أنت يعني اتغيرت، أنت متجاهل ومش فارقة معاك ناس يعني اللي حواليك هتعمل ايه او بتسوي ايه، مش فارقين معاك، سبت على الله. عشان كده ديالك الفرحة اللي من غير ترتيب والعوض من ربي بعد كل اللي حصل في حياتك، لان انت بعد سنوات تعب تعبت سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر، عندك كل شيء سيغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك، فلا تقل مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله ويتم في الخفاء. عند في ندم أحد أشخاص لظلمتك واستغلك بعد فوات الأوان، قر عينا فحقك رادع وستفاجأ بعوض رب العالمين، مبلغ مالي محترم قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين بإذن الواحد الأحد، وعندك سلسلة من المصالحات والأجواء الجديدة في فرحة في أرض بيتك، خطوبة أو احتفال أو فرحة بمولود أو مناسبة في فرحة في أرض البيت، مجموعين أو مجتمعين. بس تنبيه اليوم، احذروا من أشخاص تعتقد أنهم مقربين ولكنهم يفشون أو يفتشون أسرارك، فلا تتمادى في الفضفضة معهم، واستعينوا باسم الله ورددوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو يعلم ما في صدوركم ويستجيب بإذن الله تعالى. نادوا يا رب، نادوا يا رب، نادوا يا رب 5 مرات منفصلة في التعليقات بنية الفرج القريب وفك الكرب، والله الموفق للجميع. ربي يسعدكم جميعا، واتمنى من احبابي في الله فضلا وليس امرا يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه يشرفنا اشتراكك في القناه، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. واللي حابب يتواصل معنا في العلاج او في كشف روحاني عن المس السحر الحسد والتسليط والقارين والتابعه وهي امراض روحيه، ادعم الفيديو بشكرا وصور الدعم وابعته في الواتس، ورح يتم عليك مباشرة الرد في الكشف ويتم العلاجات بإذن الله تعالى. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم جميعا. والعلاج أحبابي في الله أكسروا من قراءة سورة النمل بنية الفرج وفتح الأبواب المغلقة. العلاج أحبابي في الله، هتأتي بالمسك، هذا المسك الأحمر كما قلنا، المسك الأحمر هذا كانت جزازة كاملة بس من الحالات العلاج خلصت خلاص. هتأتوا به كمية كد الجزازة دي، المسك الأحمر كد الجزازة، هذا تكون كمية مسك، وهذا الماء الورد، وهذا الملح الخشن، تمام. المسك هتقرأ عليه سورة ياسين 3 مرات. المسك سورة ياسين احفظ علشان تركز وتتم الطريقة معك صح، سورة ياسين 3 مرات يوميا لمدة 15 يوم. سورة ياسين، هتقول لي العذر يا شيخ، اكمل، اتاك العذر ليس تمسك المصحف بيدك بل اقرأ من التليفون، واكمل كلام سليم واكمل علاجك، لان انت بتتعالج ما تمسكش المصحف بيديك، اقرأ من التليفون. هتقرأ سورة ياسين يوميا على المسك، كل يوم تقرأ سورة ياسين 3 مرات، تجدد القراءة وتدهن الجسد قبل النوم، كده اخلصنا من المسك. ماء الورد هتضع منه نص الجزازة، هتجيب 5 جزايز او 3 جزايز او 7 جزايز من ماء الورد، هتأتي ببركة من الماء
بستلة ماء أو بركة ماء. هتضع يدك اليمين فيه، هتقرأ فيها سورة البقرة أول يوم، وهتضع فيها نص الجزازة هكذا. ثاني يوم تقرأ سورة البقرة في هذا الماء، يعني بعد القراءة أول يوم هتأخذ الماء. القراءة تكون قبل الفجر أو بعد صلاة الفجر. أحبابي في الله، هذا ساعة فيها قبول أو هدوء ودعاء إلى الله. هتقرأ، تضع يدك اليمنى وتضع يدك اليسرى على قلبك أو صدرك أو رأسك، وتقرأ سورة البقرة أول يوم، وتركن الماء، تكب فيه نص الجزازة وتغطي الماء وتركن. ثاني يوم في نفس الوقت تقرأ سورة البقرة، وثالث يوم كذلك تبدأ تأخذ من الماء المقري، تأخذ منه كد 2 لتر اللي هيقضوك مقدار 3 أيام شرب، وباقي الماء هتضع عليه باقي جزازة ماء الورد، وهتضع عليه حفنة من الملح الخشن، هذا الملح الخشن، وتضع عليه 7 ورقات من السدر الأخضر، تطحنهم طحن جيد وتضعهم على الماء، وتستحمى من هذا الماء قبل أذان المغرب. تستحمى من هذا الماء مقدار 3 ليال. وأول يوم قرأنا سورة البقرة لثلاث أيام، ماء هيقضيك 3 أيام استحمام. بعد ذلك تأتي بماء جديد وتقرأ عليه برضو سورة ياسين 7 مرات يوميا أو 3 مرات، برنامج 3 أيام مرة أخرى مع آيات فك السحر. يعني 3 أيام السنين هتقرأ فيهم سورة ياسين 3 مرات أو 7 مرات على قد مقدارك مع آيات السحر، كل آية 21 مرة. كلام سليم؟ لـ3 ليالي، تكرر نفس الطريقة 3 ليالي، وتستحمى، تأخذ من الماء كما قلنا برضو 2 لتر للشرب 3 ليالي بإذن الله، شرب 3 أيام، وباقي الماء نضع عليه باقي الجزازة الثانية، أو نضع عليه جزازة ونصف بإذن الله، وتضع عليه ملح خشن و7 ورقات من السدر. هذا علاج قاتل لجميع الأسحار والمس والحسد وكل شيء بإذن الله تعالى، والتعطيل وأي شيء. تأخذ ماء تستحمى منه 3 ليالي. ثالث مرحلة، هتأتي ببركة ماء وتضع علي، تقرأ عليها سورة الزلزلة، سورة الزلزلة 77 مرة. ثاني يوم كذلك الأمر، ثالث يوم كذلك الأمر، وتضع عليه من ماء الورد وتأخذ منه للشرب، وباقي الماء هترش منه أركان البيت جميعا وأمام بيتك، وهتستحمى منه مرة واحدة هذا الماء، وانت بترش بقان بيتك كله جميعا بسم الله، وترش في كل أركان البيت، حتى على هدومك ترش، على ملابسك تأتي ببخاخة وترش على ملابسك، تقول بسم الله وترش، هدومك قديمة جديدة في الدولاب أو في مكان الهدوم تقول بسم الله وترش، في أركان بيتك كلها تسمي الله وترش، وتستحمى بعد رشك بهالماء المقرأ عليه سورة الزلزلة بـ7 ورقات الصدر والملح، وكده بإذن الله تعالى الله الشافي المعافي. والمقدار كل يوم هتقرأ طبعا برنامج سورة ياسين وحده، ملوش دعوة بقراءة الماء، برنامج سورة ياسين للدهين يوميا. كده السحر انفك، لا تقول لي سحر يتجدد ولا سحر سفلي يتعالد بسفلي، ما فيش الكلام ده، ولا سحر مدفون بالمقابر ليس يفك إلا بجلبه من المقابر، ليس له سلطان هذا الكلام. ولا تقول لي سحر تم على نداسة فلازم يفك على نداسة، ليس له سلطان هذا الكلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا الحمد لله علت كثير من الحالات من جميع الدول بفضل الله، من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق وسوريا ومصر، كثيرا بفضل الله تعالى. بدون هاي كلام أقوى سحر 3 ليالي 3 جلسات بإذن الله، وفي سحر من أول جلسة مكالمة في التليفون بتكون تواصل أو يشرفني أو في خارج الدولة بيكلمني في التليفون 5 دقايق بتم شغلي عليه، في ما فيش لا غير اتصال اللي بيصير بينه وما بينه. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. وروح قاري عليه ما تيسر أو ما أعلمه
ما تأخذ دقيقتين المكالمة، وبإذن الله يتم كل شيء عنده في الشفاء العادل بقدرة الله تعالى فضلا وليس أمرا. أدعم الفيديو باللايك أحبابي في الله، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وادعم الفيديو باللايك لو حابب، لو ادعم الفيديو بشكرا لو حابب الكشف، وارسل صورة الشكرا دعم القناة أو دعم الفيديو بشكرا، علشان هترد عليك المديرة وهتواصل معايا مباشرة بإذن الله.